الرحيم بسم الله نبدا وبه نستعين نطلب السداد والتوفيق والنجاح ايها المتابعون والمستمعون الكرام على بركه الله اعلنت بدايه وانطلاقه شوط جديد انطلاقه شوطنا الحادي عشر لفئه الابكار ومع تحديات سن الجنايا وانطلاقات الأشواط المفتوحة من مسافة 8 كيلومترات ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته وفي هذا اليوم الذي خصص لسن الكبار ومع انطلاقات الفترة المسائية متابعين الكرام التهاني والتبريكات لكل الفائزين في الأشواط الماضية وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ نذهب إلى مقدمة هذا الشوط وإلى صدارة الشوط إلى هذا الاسم المتقدم هذه مسيرة مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط تتقدم وتنطلق مع الصدارة بقيادة أو بشعار هجن الرئاسة من تقدم لنا مسيرة مع المركز الأول ومن يقدم لنا مسيرة في عملية التضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي النقلة والدور دور المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات وتقدمت مع ثاني المراكز هذه صوغة لهجن الرئاسة ومع انطلاقة هذا الشعار المميز بقيادة الظافر بينما المركز الثالث أتابع القدوم وأتابع الوصول مع المركز الثالث هذه الحذرة لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا الحذرة في عملية التضمير المركز الرابع تأتي في هذه اللحظات مع رابع المراكز هذه العنود لهجن الرئاسة ومن يقدمها في عملية التضمير علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير يقدم لنا العنود مع رابع المراكز والمركز الخامس بشاير قادمة مع رابع الأسماء ورابع التحديات أو عفوا مع خامس المراكز تتقدم بشاير لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا بشاير مع المركز الخامس والقادمة تأتي في هذه اللحظات مع المركز السادس من تقدمت الشاهنية لهجن الرئاسة كذلك مع المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي من ظفر برموز هذا المساء في سن الثنايا مع الشوط الرئيسي المفتوح لفئة الابكار وكذلك لفئة القعدان ولكن القادمة مع المركز السابع اللي وصلت المتحدة محمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري قادم في هذه اللحظات يقدم اندفاع المتحدة مع المركز السابع تقدمت إلى خامس المراكز بشعار بن قبعان الشهير محمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري من يقدم لنا المتحدة وانطلاق المتحدة وشعار المتحدة الغني عن التعريف صاحب الصولات وصاحب الجولات والإنجازات في المهرجانات يتقدم بن قبعان ليقدم لنا المتحدة في هذا المساء نعود إلى مقدمة الشوط
المركز الأول وصدارة الشوط، مسيرة من تقود المسيرة مع بداية هذا الشوط، ومع المركز الأول تنطلق مسيرة مع الصدارة ومع القيادة السليمة لهجن الرئاسة ومن يقدم لنا مسيرة في عملية التضمير، أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي الفيلسوف في عملية التضمير، من يقدم لنا مسيرة في هذا الشوط. المركز الثاني، راقبوا اللي وصلت في هذه اللحظات، هذه العنود تقدمت إلى المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، بشعار إمبراطورية هجن الرئاسة، من تحتل المركز الثاني مع العنود وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا العنود في عملية التضمير. المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث التحديات، هذه صوغة مع ثالث المراكز ومع ثالث الأسماء الباحثة عن النوماس والباحثة عن الفوز، صوغة مع المركز الثالث لهجن الرئاسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. بينما المركز الرابع، نقلة يا مخرجنا العزيز على صاحبة المركز الرابع، أرى القدوم والوصول كذلك من شعار هجن الرئاسة، وتقدم في هذه اللحظات العملاق العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يتقدم من خلال تقدم الحذرة مع رابع الأسماء ومع رابع التحديات. إذن الحذرة مع المركز الرابع لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، أحد النجوم البارعين والمميزين في هذا العالم الساحر، يقدم لنا الحذرة. والمركز الخامس، هذه بشاير أيضا لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. إذن هذا هو النداء للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، المراكز الأهم والأبرز والأخطر والأجدر بالفوز في هذا الشوط. شعارات هجن الرئاسة هي المحكمة للقبضة في هذا الشوط، متقدمة مع المراكز الأمامية كعادتهم دائما، حاضرين في كل محفل وفي كل مهرجان مع تعدد المضمري العمالقة، يتقدم شعار هجن الرئاسة مع هذه الإبداعات المتواصلة في كل مهرجان وفي كل سن وفي كل يوم، يتقدم هذا الشعار الحمر الخطر ليثبت مدى قوته وحضوره في مثل هذه المحافل. الصدارة والقيادة مع مسيرة، مسيرة مع المركز الأول، مسيرة مع صدارة هذا الشوط لهجن الرئاسة، ومن يقدمها الفيلسوف، الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيلي في عملية التضمير قائدا لمسيرة هذا الشوط العظيمة. المركز الثاني اللي وصلت ثانيا العنود لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير، يقدم العنود مع المركز الثاني ويقدم صوغة مع المركز الثالث. الظافر، الظافر، ظافر المضمري، من يقدم لنا هذه الأسماء المميزة وهذا الشعار المتميز دائما في كل محفل، شعار هجن الرئاسة. السلام على هذا الإبداع وعلى هذا الإمتاع وعلى هذا التقدم من قبل شعارات هجن الرئاسة، من تقدم لنا كوكبة من النجوم وكوكبة من الأسماء القوية الحاضرة وبكل قوة وبكل عنفوان. مسيرة مع المركز الأول، مسيرة تقود المسيرة خير قيادة، ولكن غيرت في هذه اللحظات وتقدمت العنود، العنود، العنود تسللت وانطلقت إلى المركز الأول لهجن الرئاسة. ما
من تقدم العنود واندفاعها مع أول الأسماء واندفاعها مع أول الشعارات العنود لهجن الرئاسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. يقدم العنود في المركز الأول ويقدم صوغة في المركز الثاني مع هجن الرئاسة ومع هذه الامبراطورية العملاقة والعظيمة، امبراطورية هجن الرئاسة. يا سلام على هذا الشوط وعلى هذا التنافس الأخوي الكبير ما بين مضمري هجن الرئاسة. إذن العنود مع المركز الأول، المركز الثاني صوغة، والمركز الثالث قدمت في هذه اللحظات وانطلقت هذه الحذرة لهجن الرئاسة بقيادة العملاق. رابع المراكز بشاير مع الظافر، والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات أول ظهور لزعفرانة لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن أحمد بن محمد الفلاحي. من يقدم لنا زعفرانة مع خامس المراكز؟ نعود والعود أحمد، نعود إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة الشوط، إلى الحذرة الحذرة. من تنطلق مع المركز الأول؟ كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن النهاية يا بن جميل، ما تبقى عن الفوز، ما تبقى عن الانتصار، عن النوماس الثمين، عن الحضور المميز في هذا المهرجان. الحذرة الحذرة تتقدم وتنطلق مع أول المراكز مع افتتاح لوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. الحذرة الحذرة، حذاري من الحذرة، بدأت بالانطلاق، بدأت بالتحرك والابتعاد عن كل المنافسات في هذا الشوط المميز. الحذرة الحذرة لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. من يقدم لنا النجومية الرائعة في هذا المساء بعد اختطاف الرموز في الأشواط الرئيسية؟ يعود ليقدم لنا الحذرة الحذرة، الحذرة الحذرة. الله عليك الظافر، الله عليك الظافر، وسويت في هذا المساء. الحذرة لهجن الرئاسة تنطلق بكل ما أوتيت من قوة في هذا الشوط وتبتعد عن كل المنافسات. التهاني والتبريكات من هذه اللحظات لهجن الرئاسة على هذه الانتصارات، على هذه الإبداعات، على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط وفي هذا المهرجان. إذن الحذرة متابعينا الكرام تتوج بطلة لهذا الشوط العملاق. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز. تهانينا يا الظافر، تهانينا يا الظافر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز والتوقيت المميز. تهانينا يا الظافر يا علي بن جميل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني أيضا بشعار هجن الرئاسة بقيادة الظافر. المركز الثالث أيضا لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. التهاني والتبريكات لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا وألف مبروك لهجن، تهانينا وألف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز المستحق وبكل جدارة. تهانينا لمن قدم لنا الحذرة في هذا الشوط. تهانينا للظافر علي بن جميل الوهيبي، تهانينا له ألف مبروك والنوماس المستحق في هذا الشوط من نصيب الحذرة، بطلة لهذا الشوط وبطلة الثنايا في هذا المساء. تظفر بهذا النوماس لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والتحدي الكبير. 12 دقيقة 50 ثانية، 12 جزء من الثانية، هذا هو التوقيت المميز الذي سجل تحت أقدام الحذرة والعنود. بالفعل العنود هي من ظفرت بنوماس هذا الشوط. تهانينا يا الظافر، والتهاني والتبريكات لعشاق الحمر الخطر بشاير. حلت ثانيا لهجن الرئاسة كذلك بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. 12 دقيقة 56 ثانية، 60 جزء من الثانية، توقيت صاحبة
المركز الثاني، المركز الثالث، هذه من وصلت الحذرة بشعار أجني الرئاسة بقيادتك يا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية 57 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر العملاق سلطان بن